أحبائي مساء الخير، وأتمنى أن حياة الجميع تكون بخير. اليوم أنا حابة أشارككم في نفس الموضوعات عن موضوع التحرير. الموضوع اللي روح الرب شغلني به النهاردة هو بيتكلم عن روح الفشل. طبعاً كلنا بنتعرض لمواقف صعبة في حياتنا اليومية، البعض منا بيقدر يتعامل مع الموقف، لكن الأغلبية بتنتابوا روح الفشل، وبيكون أمر صعب جداً لما تفشل مرة أنك أنت تقوم من تاني وتكمل المشوار وتحاول أنك أنت تنتصر على روح الفشل في حياتك. وطبعاً الفشل كتير، ممكن يكون فشل في الدراسة، ممكن يكون فشل في العمل، ممكن يكون فشل في العلاقات الأسرية. ونتيجة الفشل بيكون في شعور بالخزي والعار وشعور بالدينونة. وبصراحة أن الفشل بيقدر يدمر قدرات الإنسان الشخصية، لأن الفشل في حد ذاته بيحول رحلة الحياة إلى يأس وكآبة الإنسان ما يقدرش يستحملها. أنا عايز أقول أن روح الفشل بتسكن الفكر وتدمره وتقود الإنسان إلى اليأس وعدم الرغبة في الحياة. وطبعاً لما بنفتح الكتاب المقدس هنلاقي أن كثيرين من رجال الرب العظماء اتعرضوا لموضوع الفشل في حياتهم. على سبيل المثال، لو أنت حابب تقرأ في الكتاب المقدس ملوك الأول صحاح 17 و18 و19 بيحكي عن إيليا، الرجل اللي استخدموا روح الرب بقوة لأن هو يواجه قوة الظلم، قوة الاستبداد، أن هو يقف قدام الملك إيخاب، واستخدموا روح الرب أن هو يتكلم أمام الملكة إيزابل، وكمان أن هو يتكلم ضد أنبياء البعل. أنا عايز أقول بصلاة إيليا أنزل الرب الإله نار من السماء. في ملوك الأول 17:1 نشوف أن إيليا يقف أمام الملك أخاب ويقول له هذه الكلمات: حي هو الرب إله إسرائيل الذي أنا واقف أمامه، إنه لن يكون في هذه السنين ندى ولا مطر إلا عند قولي. كلمات إنسان يثق ثقة كاملة في إلهه، عمره مهتز. نلاقي في الأصحاح 18 يقف بكل شجاعة أمام الشعب ويعلن هالإعلان: إن كان الرب هو الله فأعبدوه، وإن كان البعل هو الله فأعبدوه. لم ينحني أمام أي إنسان. لكن نلاقي في الأصحاح رقم 19 نلاقي شيء غريب حصل في حياة النبي إيليا. نلاقي أن الملكة إيزابل أرسلت لي تهديد، هددته بالقتل، أن هي راح تقتله بالسيف. فبيقول كده عدد 3، يقول الوحي المقدس: فخاف وقام وذهب لأجل نفسه. ودي أول سهم إبليس صوبه نحو إليه. روح الخوف دخلت قلب إليه، فابتدى يهرب لأجل نفسه، حاول ينجي نفسه من الموت. وصار في البرية مسيرة يوم، وبيذكر الكتاب المقدس كلمات قاسية جدا، وبيقول كده: وطلب الموت لأجل نفسه وقال: كفى يا رب، خذ نفسي، لأني لست أفضل من آبائي. قمة اليأس، قمة الإحباط، قمة الفشل. وزي ما بقول إن شيء طبيعي إن احنا نتعرض للفشل، شيء وارد إنك أنت تفشل في حياتك. لكن يا ترى لو بنفكر سوا، إيه هي أسباب الفشل؟ ليه الفشل بيحصل في حياتنا؟
أحيانا بنفشل لأن بيكون عندنا توقعات شخصية بعيدة عن فكر الله. أنا عندي حسابات الخاصة، توقعات الخاصة، ولما تيجي النتيجة عكس توقعي بيحصل الفشل. بيحصل الفشل لما أعتمد على قدرات العقلية في أن أنا أقدر أحقق النجاح في الحياة. بيحصل الفشل لما الإنسان يفقد الثقة في الإله الذي يؤمن به، أن الإله مش قادر يتحكم في الأمور، فبيصاب الإنسان بالفشل. لكن الحل علشان أقدر أتحرر من روح الفشل، إيه اللي المفروض أعمله؟ أول شيء لابد أن تعلم أن السيد الرب لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. أول نقطة لازم تعرفها، أن روح الفشل اللي سكنت فكرك، اللي أثرت على حياتك، دي مصدرها عدو الخير. مش الإله اللي أنت بتعبده هو اللي أعطاك هالروح، لكن لا، دي روح إبليس اللي أعطتك هالفكرة، اللي سببت لك الإحباط، سببت لك اليأس في الحياة. تاني نقطة لازم أنك أنت تثق أن الرب ليه خطة في حياتك، أن الرب بجانبك، الرب بصفك، أن الرب عايز يقودك من مجد لمجد، أن الرب عايزك تردد الكلمات دي: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الحل إن أنا أتعلم إن أنا أشكر الرب على كل الضيقات، على كل الظروف اللي بمر بيها. الحل إن أنا لازم أتكل على قوة الرب العاملة فيه. ولو حاسس إن أنت مش قادر تتخلص من روح الفشل وروح الإحباط اللي موجودة عندك، خلينا نصلي مع بعض. أبويا الطيب والكريم، يا رب أشكرك لأن حياتي ومستقبلي بين إيديك. أشكرك يا رب لأني أؤمن أنك تستطيع أن تحول نوحي إلى رقص، تستطيع أن تخلع عني رداء الحداد وتكسوني رداء الفرح. يا رب ساعدني إن أنا أترنم من داخلي، ساعدني إن أنا أفرح لأني رحمتك إلى الأبد. خلينا وإحنا في روح الصلاة وإحنا بنصلي سوا، خليني أقول إني في اسم يسوع الناصري، كل روح فشل موجودة داخلك، كل روح يأس سيطرت على حياتك، في اسم يسوع الناصري تغادر الجسد الآن. آمين. Stepped in and saved the day, but once again
Praise you.